معكم على نص الموقع عرفني.com. في النهارده هنتكلم ازاي تقدر تحدث نسخة الاندرويد الخاصة بجهازك التحديث الرسمي. الموضوع بسيط جدا، كل عليك هتخش على السيتنج، بعدها تضغط على مور، هتلاقي حاجة تحت اسمها اباوت ديفايس او هتلاقي حول الهاتف لو انت باللغة العربية. هتلاقي اول واحدة اسمها سوفت وير ابديت او تحديث، هنضغط على ابديت. دلوقتي التليفون او الهاتف بيعمل سيرش على اخر نسخ اندرويد متاحة للهاتف، هنلاقي اللي هو بيقول في اخر نسخة دلوقتي مثبتة على الجهاز الخاص بيك ومفيش نسخ متاحة للتحميل، فنضغط اوكي. نرجع، يا رب تكون توصل الفكرة. كان معاكم على نص الموقع عرفني.com. في النهاية متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي، وتقدر تشترك بالنشر البريدية للموقع عن طريق كتابة الايميل الخاص بيك هنا وتضغط اشتراك، او تابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.